في أكثر كلمة يرددها المسلمون هي الشريعة الشريعة الشريعة، وهي من أكثر الكلمات ذات التحاميل الغير متفق عليها وقد تكون متناقضة. منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن العشرين لم تكن هناك set of laws، مجموعة بتاعت قوانين قابل للتطبيق البيروقراطي والتطبيق الروتيني. يعني القاضي الآن جابوا له شخص ارتكب جريمة معينة بيشوف الحكم بتاعه شنو، متى ما ثبتت عليه بيشوف الحكم شنو، وروتينيا بيطبق القانون. من عهد النبي لغاية القرن العشرين لم يكن هناك أبدا مجموعة قوانين قابلة للتطبيق الروتيني اسمها شريعة. بالتالي الشريعة هي بدعة من بدعة القرن العشرين جابت الحركة الوهابية وطبقتها في السعودية. بالله ده صاحب يحتاج يردوا عليه زي ده بيحتاج يردوا عليه. اقول لك حاجه، انا بديك رد عليه. واحد جاب لها من جماعتهم ذاتهم وقرا غلط قد يجيبوا له زول له وخلوا له يردوا عليه. المذيعه مما شافته عصره قالت كدينا خلي السؤال ده بعدين بعد اللدو جيبوا. المتحدث الاخير قال ما في شريعه، في آية واضحة ربنا يقول جعلناك على شريعة بخطب الرسول فاتبعها، فكيف يعني دارين يوضح لنا انه والشيخ محمود شنطوط في كتابه الاسلام عقيده والشريعه انه الاسلام عقيده انت بتحتقد بعد ذاك الاحتقاد ده بتنتج عنه الاوامر اللي نزلت للرسول اللي هم طالبين بها، ان الله امر المرسلين بما امر به المسلمين، يعني زي ما ربنا امر الانبياء برا لهم ذاتنا. فلذلك في الندائر اللي عليه على الايه بيقول جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين. شكرا جزيلا. سنرجع هذا الرد للورقه، الان هي جاهزه. ليه ترجعوا؟ ما تخليه يرد، خليه يرد على الايه دي بس. ثم جعلناك، وده قرا غلط، ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. وبالمناسبه الايه دي في سوره الجاسيه، سورة الجاسية مكية، دي مكية مش هم قالوا دارين المكي، الآية دي مكية. ها رأيكم فيها شنو؟ قال ما في set of laws، ما في داري جدع يعني ما في قوانين منظمة كان بيحكم بها. طيب ربنا قال أول آية في سورة النور الزانية والزاني ها يعملون شنو؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دي شنو؟ ده مش حكم القاضي يطبقه ولا في حاجة تاني؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، دي شنو؟ ده قانون ولا ما قانون؟ يطبق ولا ما بيطبق؟ تطبيقه فيه صعوبة؟ قال بيقراطي وما بيقراطي. الزول ده في واحد كان بيتكلم عنه خلوني من ده اسمه منو وذاك اسمه منو، ده ما ضربوا الهوى ذاته، القلب منفرتق السودان طوبة طوبة، ده ذاته يا هو. والسودان قال كم ما قدرنا نحرره هنحرره بالقطاعي ونفرتق السودان طوبة طوبة، تفرتقوا؟ قالوا تجد بتحبة، وقال ما قادر تمرق من بيتكم، ما ترجل زي الرجال، خلينا من دمنه والقال له ذاك منه. عارف حين مشكلتك مع ديلك. طيب